مشاهدي قناة شعب قناة شوف تفاهم، مرحبا بكم في هذه المباشرة مع عاجل مباشرة من مدينة المحمدية. كيف ما كتب على مشاهدينا الكرام، بعد طول انتظار يعني نقدر نقولوا بعد أزيد من 10 سنوات، القاعة المغطاة اللي كثر القيل والقال عليها غادي تكون أكبر قاعة في المحمدية، غادي تكون من أكبر القاعات في إفريقيا. القاعة مسدودة أكثر من 10 سنين، يعني فاحنا كنشوفوا يعني نقدر نقولوا أن عامل عملة المحمدية ورئيس مجلس بلدي لمدينة المحمدية هشام أيتمنى قاموا بالافتتاح يعني يوم أمس ديال هذه القاعة هذه. نقدر نقولوا أن القاعة هذه يعني تحلات في وجه يعني الناس يعني ساكن دي مدينة المحمدية بعد ما طال الغياب ديالها، يعني نقدر نقولوا داس في عهد مجالس أخرى وما تمش افتتاح ديالها، كنتفاجئوا يعني الحمد لله بعد طول الانتظار تم افتتاح هذه يعني القاعة المغطاة هنا من قلب مدينة الزور مدينة المحمدية. هذه القاعة هذه اللي نقدر نقولوا أن الشكل ديالها اللهم بارك والحجم ديالها اللي هي كبير بزاف، هذا الشيء كله يعني كثر القيل والقال على هذه القاعة هذه. كلشي بدا كيتكلم غيقول لك واش يعني هنا كنطرحوا عدة تساؤلات، واش هذه القاعة المغطاة مديورة فعلا للساكنة، واش هذه القاعة المغطاة مفتوحة في وجه الجميع، واش هاد القاعة المغطاة يقدر أي واحد يجي يلعب فيها يخلص واحد المبلغ، ولا أنها يعني نقدروا نقولوا أنها فقط الجمعيات والفرق الوطنية هما اللي قدروا يستافدوا من هاد يعني كيف ما قلنا هاد القاعة هادي، خصوصا على الحجم ديالها اللي كبير بزاف، ولا يعني الموقع ديالها اللي جا هي بالقرب يعني ملاصقة مع ملعب البشير بمدينة المحمدية. نقدروا نقولوا أن ملعب البشير اللي دار البوز هاد السنة هادي اللي درجة في مواقع التواصل الاجتماعي، واش نقدروا نقولوا أن هاد القاعة هادي غادي تكون يعني واجهة بزاف ديال الناس، واش انا غادي نقدر نقولوا اننا لما لا ملي غادي ننظموا يعني كاس العالم ديال الكره ديال القاعه المغطاه، واش اننا غادي نشوفوا يعني هذا الملعب هذا يعني هذه القاعه هذه ضمن هاد الملاعب هادو كما ضمن القاعات الكبرى. فانتم كما كنتم معايا مشاهدينا متبعينا ان القاعه المغطاه هنا من قلب ملعب البشير بمدينه المحمديه تم الافتتاح ديالها يوم امس من طرف عامل عمليه المحمديه ورئيس المجلس البلدي لمدينه المحمديه السيد هشام ايتمنى ورئيس فريق الوداد الرياضي. كما كنتم معنا مشاهدينا صراحه هذه القاعه اللي كثر القيل والقال عليها، هذه القاعه اللي نقدروا نقولوا ان من بعد يعني كما قلنا دازت على مجالس عده مجالس دازوا يعني وما يعني بداوا المشروع وما كملش يعني كيف ما قلنا جا يعني كيف ما قلنا تم افتتاح حتى شائن اخضر ان غادي يتم افتتاح ديالها في عهد السيد هشام ايتمنى. كما كنتم معنا مشاهدينا نقدروا نقولوا ان القاعه اللي كانت فيها يعني كما قلنا ازيد من 10 سنوات ديال الاشغال الاخوان، تخيلوا معايا ان اكثر من 10 سنين الاشغال خدامه، الناس خدامين، توقفت الاشغال، حبسوا الاشغال، كملوا الاشغال، يعني في 10 سنين داس بزاف مرات بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحوايج. راه ساكنين في مدينه المحمديه غيكونوا عارفين المشاكل والمعاناه اللي عانت منها القاعه هذه، ولكن ولله الحمد يعني شفنا ان تم الافتتاح ديالها يعني كيف ما قلنا يوم امس ولات الان مفتوحه يعني كيف ما قلنا ساكنين في مدينه المحمديه. غير هو لحد الان ما عرفناش واش انها لصالح يعني كيف ما قلنا مديوره باش ان الناس يجيو يخلصوا واحد الميديا ويلعبوا فيها، ولا انها يعني فقط الفرق الوطنيه غيلعبوا فيها غير الفراقي وغتلعب فيها فقط فريق شباب المحمديه والفرق اللي كتمارس يعني الكره المصغره او كره اليد او كره الطائره او كره السله. فانتم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام فكما قلنا ان هذه القاعه هذه كانوا كيقولوا انها غادي تكون من بين اكبر القاعات المغطاه في افريقيا. فانتم كما كتشوفوا معايا الجماليه ديالها والروعه ديالها مباشره من قلب مدينه المحمديه كما قلنا افتتاح هذه القاعه هذه اللي ما جاش غير هكاك يعني بعد مجهودات جباره يعني تحتسب لهم. غير هو كنتمناو يعني من الناس المسؤولين جماعه المحمديه انهم صوبوا القاعه تم البستانه ديال هاد يعني الارجاء ديالها على الاقل باش تعطيو واحد الصوره زوينه، باش الا كان شي واحد يعني مثلا حنا كنعرفوا بطوله كيجيو جماهير كيجيو فرق كيجيو بزاف ديال الحوايج، فنحاولوا اننا نقادوا هاد الشيء هذا نديروا على الاقل باش تعطيو واحد الصوره جميله للمدينه ديالك، على الاقل باش تعطيو واحد الصوره رائعه. حتى ما يمكنش الاخوان نبداو نقولوا المزوق من برا شخبارك من الداخل، بالعكس نقولوا دابا المزوق من الداخل شخبارك من برا. فهانتوما الاخوان كما كتشوفوا البستانه راه ما كايناش هنايا، نحاولوا اننا نخرجوا نقربكم على برا باش تشوفوا الناس المحمديه ولا المشاهدين ديال قناه شعب قناه شوف دابا الناس اللي متبعين الرياضه راه عارفين ملعب البشير، ما يمكنش انهم يكونوا ما جاوش لملعب البشير. فهانتوما الحاله كنتمناو يعني من الناس المسؤولين ديال جماعه المحمديه تكون غير البستانه على الاقل باش تعطيو واحد الصوره جميله لهذه المدينه هذه، على الاقل باش الناس اللي كانوا الزوار جايين كنعرفوا ان المغرب كامل كيجي المحمديه الاخوان. راه غتلعب نهضه بركان كيجيو الناس ديال بركان، اتحاد طنجه كيجيو الناس ديال طنجه، المغرب فاسي كيجيو الناس ديال فاس، رجاء الرياضي وليد الرياضي كيجيو الناس ديال الدار البيضاء، وبحال والو نقدروا نشوفوا ان عاوتاني مره اخرى شباب المحمديه غيستقبل في ملعب البشير هذا العام هذا، يعني كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام مباشره من قلب مدينه المحمديه. خويا بشير في افريقيا، اخويا هذا الشيء اللي تقال، راه هذا الشيء اللي قالوا اخويا راه الحجم ديالها راه كبير يعني ماشي صغيره بزاف.
راه هادشي راه كما قلنا راه غير ما بيناش دابا، راه كبيرة تبارك الله خويا البشير تحياشي، راه قالك ماشي قلت لك أكبر قاعة من بين أكبر القاعات، يعني غتكون يعني حتى هي ما هي ماشي أكبر قاعة في أفريقيا، كاين قاعات كبار ولكن من بين أكبر القاعات اللي نقدروا نقولوا. تحياشي أخويا البشير. إلى هنا مشاهدي قناة شاف، أنا شفت فانكشافي وبهذا القدر، على أملقكم بعد قليل في تبشر آخر، شكرا وإلى اللقاء.